لحظة، هستأذنك نشوف فيديوهات الدكتور القرضاوي ونرجع نحاول نفهم. ماشي فندم اتفضل. سؤال سئل من أكثر من مشاهد، ننقل صيغة الأخ عبد الغني، يقول هل يجوز استهداف من يؤيد النظام السوري كما يقول القاتل وعلى رأسهم علماء السلطة، وهل يجوز قتل عامة العسكريين الذين ما زالوا واقفين مع النظام مع العلم أن فيهم من ينوي الانشقاق ولا يتمكن من ذلك؟ مش عرفنا، ما من أين أعلم أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين مدنيين علماء جاهلين، اللي بيكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها، يأخذ ما حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. إذا كان في واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حقه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.